سلام من الله عليكم متابعي قناة هل تعلم؟ في الكثير من الأفلام نشاهد أشخاصاً يفضلون العيش تحت الجسور، وفي العادة لا يفعلون أي شيء مميز هناك. كما أن الجسور دائماً ترتبط بالقصص الغريبة والمخيفة والمدهشة، لابد أنكم تعرفون موضوع حلقتنا اليوم. في هذه الحلقة سوف نشاهد معكم أغرب مقاطع الفيديو التي تم تسجيلها بالقرب من الجسور. هل أنتم جاهزون؟ لننطلق. لقد سبق ورأيتم الماعز البري وهو يتسلق الجبال الوعرة، وفي مشاهد أخرى يسير على جدران يمكن القول بأنها عمودية تماما. ولكن ماذا إذا لم يجد الماعز أي جبل قريب منه؟ في هذه الحالة سيستخدم الجسور. حدثت هذه القصة في بنسلفانيا، حيث تدخل فريق إنقاذ بالاستعانة برافعة لإنقاذ عنزتين عالقتين على حافة جسر مرتفع. بقيت العنزتان هناك لمدة 17 ساعة كاملة قبل أن تتم عملية الإنقاذ. من حسن الحظ أن العملية تمت بنجاح ولم يصب أحد بأذى. هل تعرفون لماذا تسمى ممرات المشاة الجانبية في الجسور بهذا الاسم؟ بالتأكيد لأنها خاصة بالمشاة، ولكن في هذا المقطع نرى أن سائق سيارة من نوع هوندا لا يعرف ذلك، حيث قاد سيارته على ممر المشاة الجانبي في أحد جسور مدينة بروكلين، وفي النهاية علقت سيارته هناك. وقع هذا الحادث على الساعة 3 صباحا، وقد يكون السبب هو عدم وضوح الرؤية على الطريق. حين وصلت الشرطة إلى المكان كان السائق عالقا وتم إخراجه من خلال النافذة، أما السيارة فقد تضررت كثيرا واحتاج إخراجها من الممر الضيق فريقا تقنيا خاصا. نتمنى أن يكون السائق قد تمكن من إصلاح سيارته لاحقا. قد يحدث أحيانا أن تحتك الشاحنة المرتفعة بالجسور عند مرورها من أسفلها، لكن ماذا عن الطائرات؟ وقع هذا الحادث في أحد المدن الكولومبية. الطائرة لم تكن تستعد للإقلاع، بل إن الحادث وقع أثناء نقلها بواسطة شاحنة. كانت الطائرة في طريقها إلى أحد معاهد الطيران لاستخدامها لأغراض تعليمية، لكن الأمور لم تسر بشكل جيد. كان على المسؤولين على هذه العملية أن يعرفوا أن الطائرة أكبر بكثير من أن تمر تحت ذلك الجسر. قصة الطائرة ليست الأغرب، حيث إننا عثرنا على وسيلة نقل أخرى عالقة تحت جسر. قبطان السفينة التي تحمل اسم بيرل 7 حاول المرور تحت جسر وينجو في الصين. هذه السفينة ضخمة للغاية، طولها 158 مترا. أما عن الارتفاع فيكفي القول بأنها تتكون من 7 طوابق. قيادة هذه السفينة التي تبلغ قيمتها 44 مليون و240 ألف دولار تحتاج إلى الكثير من الحرص، خاصة إذا كان القبطان يحاول المرور تحت الجسر. ربما اعتاد القبطان قيادة السفن في البحار فقط ولم يتوقع وجود هذا النوع من العوائق في الأنهار. لكن المثير للاهتمام هو أن الضرر لم يصب السفينة فحسب، حيث ذكر شهود عيان بأن الجسر اهتز بشدة أيضا نتيجة هذا التصادم. تواجد الأطفال بمفردهم على الجسور أمر خطير جدا عليهم، وأحيانا يكون الأطفال هم مصدر الخطر. مجموعة من الأطفال كانوا متواجدين على أحد الجسور وقاموا برمي الحجارة على الطريق الذي يمر أسفله. أصاب حجر الزجاج الأمامي لإحدى السيارات مما أدى لتحطمه ودخول بعض الشظايا في عيني السائق. حجر آخر أصاب زجاج سيارة الإسعاف. بعد ذلك تم الاتصال بالشرطة وتم اعتقال 3 أشخاص. عثرت الشرطة أعلى الجسر على وسيلة تقليدية خاصة برمي الحجارة. لحسن الحظ تمكنت كاميرا مراقبة قريبة من تصوير ذلك. ورغم أن الأطفال حاولوا تغطية وجوههم إلا أن الشرطة نجحت في التعرف عليهم، وتبين أن الأطفال تتراوح أعمارهم بين 12 و15 سنة. أول ما سيخطر ببالكم عند رؤية جسر متحرك هو مدى روعة القفز عليه بسيارة سباق سريعة. هذا يحدث كثيرا في الأفلام السينمائية وألعاب الفيديو. أحدهم حاول فعل ذلك في مقاطعة فلوريدا، وتم تسجيل المحاولة عن طريق كاميرات المراقبة الموجودة على الجسر. قاد السائق سيارته بسرعة وحاول القيام بقفزة عالية، لكن لحسن الحظ أن الجسر لم يرتفع بعد. لكن لا يجب إلقاء اللوم على السائق. جيمس مونتانا البالغ من العمر 29 عاما غفل عن الطريق لبضع ثوان ولم يلاحظ أنه يمر فوق الجسر. لحسن الحظ أن ذلك لم ينتهي بشكل مأساوي. تعرفون تلك اللحظات التي يجب أن نستخدم فيها كلمة تقريبا؟ تقريبا نجحت؟
أو تقريبا أنهيت أو حالات أخرى عديدة. هذه واحدة من تلك الحالات. في ميامي كان من المفترض أن يمر هذا اليخت المسمى الروك ستار تحت الجسر الذي تم رفعه لتسهيل العملية. تم فعل ذلك مرات عديدة، ولكن في هذه المرة انخفض أحد أجزاء الجسر قليلا. كان ذلك نتيجة لخلل تقني في محرك الرفع، لكن اليخت لم يتأذى كثيرا. يمكن القول إنه مر بدون ضرر تقريبا، ولحسن الحظ لم يصب أحد من الركاب بأذى. كان الأمر لينتهي بمأساة لولا تدخل أحد العمال المسؤولين عن حركة الجسر، والذي يملك خبرة 20 سنة في هذا المجال. خبرته مكنت من تجنب سقوط الجسر سقوطا حرا على اليخت. ما الذي تتوقعون رؤيته على جسر موجود في أستراليا؟ سيارات؟ ممرات للمشاة؟ أو ربما ولب المستنقعات؟ ولب المستنقعات هو حيوان يشبه الكنغر، لكنه أقل حجما منه. على كل حال، مكانه ليس على الطرقات السريعة أو الجسور. تم تسجيل هذا المقطع من طرف شرطة سيدني في الصباح الباكر، حيث تم العثور على هذا الولب الذي يزن حوالي 13 كيلوغراما وهو يركض على طول الجسر. تعتقد الشرطة أنه تنقل لمسافة 3 كيلومترات كاملة. من يدري، قد يكون هذا الحيوان من محبي رياضة العدو. في بعض الأحيان لا تحدث الأمور الغريبة فوق الجسور أو تحتها، بل من طرف الجسر نفسه. هذا الجسر الذي يبلغ طوله 140 مترا والواقع في مدينة ييلان في تايوان سقط بشكل مفاجئ. حدث ذلك على الساعة 9:30 صباحا. كان الجو مشمسا وحركة المرور مزدحمة. كل الظروف كانت مهيئة لحدوث كارثة. أصيب ما لا يقل عن 10 أشخاص وتم نقلهم إلى المستشفى. كانت بينهم 6 إصابات خطيرة. وعلى الرغم من عدم التعرف على سبب انهيار الجسر، إلا أن الخبراء يرون أن ذلك مرتبط بالإعصار الذي مر من المنطقة قبل أيام من الحادثة. تسبب ذلك الإعصار في مقتل 12 شخصا وإتلاف العديد من السيارات والمنازل. ويمكن أن يكون انهيار الجسر بعد الإعصار مجرد صدفة فقط. كل شيء ممكن. أحد أشهر حوادث الجسور في التاريخ هو حادث انهيار جسر تاكوما الذي تم بناؤه في واشنطن في 30 القرن الماضي. تم افتتاح الجسر أمام حركة المرور في شهر يوليوز من عام 1940، وكان من المفترض أن يكون تصميم الجسر احترافياً. يعتقد المهندسون أن كل شيء محسوب بدقة، لكن تبين لاحقاً أن ذلك غير صحيح. في 7 من شهر نوفمبر من عام 1940 ضربت رياح قوية المنطقة، وبدأ الجسر بالتمايل. وقع ذلك على الساعة 11 صباحاً، وسقطت أجزاء من الخرسانة على الطريق. بعد ذلك بدأ جزء يقدر طوله ب 600 متر من الجسر بالاهتزاز والتمايل ذهاباً وإياباً وكأنه يرقص. في النهاية انهار الجسر. الأمر المثير للاهتمام هو أن كل تلك المراحل قد تم تصويرها من طرف بارني إليود الذي كان يعمل في محل لكاميرات التصوير بالقرب من المنطقة. في عام 1998 تم إلحاق هذه المقاطع بالسجل الوطني للأفلام في أمريكا، واليوم يتم عرضها أمام طلبة الهندسة المعمارية لتحذيرهم من الأخطاء المستقبلية. في الصيف يجتمع مئات الأشخاص كل ليلة بالقرب من جسر كونغرس أفنيو وسط مدينة أوستن في مقاطعة التكساس الأمريكية من أجل مشاهدة أكبر تجمع للخفافيش في المناطق الحضرية. نعم، حوالي 1.5 مليون خفاش يعيشون في مكان واحد. عندما قام المهندسون بتصميم هذا الجسر سنة 1980 لم يتوقعوا أن الفراغات الموجودة أسفل الجسر ستكون مساكنا مثالية للخفافيش. بعد 4 سنوات من تشييد الجسر كانت هناك مستعمرة حقيقية، وبدأ عدد الخفافيش في التزايد منذ ذلك الحين. في البداية خاف السكان المحليون كثيرا، فلا أحد سيرغب في العيش في منطقة بها هذا العدد الهائل من الخفافيش. لكن مع مرور الوقت عرف السكان أن هذه المخلوقات ليست مصدر خطر عليهم، كما أنها مفيدة لتطوير اقتصاد المدينة بفضل عدد السياح الكبير الذي يأتي هنا كل صيف لرؤية هذا المنظر الرائع. تم تسجيل هذا المقطع في إندونيسيا. أثناء عملية صيد في النهر عثر السكان المحليون على شيء غير متوقع تماما. ليست سمكة عملاقة، بل إنه دراج مع دراجته النارية. للأسف لا نعرف كيف وصل الرجل إلى هناك، لكن المهم هو أن الصيادين نجحوا في إخراجه بدون أن يصاب بأذى. حتى الدراجة النارية تبدو وكأنها سليمة. إن أعجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم، فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم؟